يا لا 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 هذا تجوس وشاش الراس والليل زاد وكم تكتب بيوت كفاني وغني بها في محفر مني مالك اللي علي الشان ومن مجالس هم مجرى عبابها أهل الكرم والوفا والعز طول الزمان والمالك يا شيخة الغيدية تجلبانة الحسن في كل وصوف الجميلة اللي تلاهي بها مبروك لك يا عبد الرحمن والحفظة خذت مهرها صيلة معربا سابها يا نسل قوم العسير كاسبين الرها كبيلة دونت نمجاد بكتابها خذت بنت الكريم اللي يمد السماء عبد العزيز والجد عابد وذكره باقي طول الزمن هو شيخ رابع وللجدة عرابها يا الله تجعل ثوابهم بعالي الجنان وجنة الخلد يا عساهم أصحابها وطلع الرسم عمر بخير تغوي المكان انت الشيوخ اللي نفخر في مواجبها واخواننا فالنشام كاسبين الرهان رؤوس الرجال اللي كل يحسب حسابها واختامها يا عسى ليام فرح وامان ودياركم دايمه نفرح برحابها هذا تجوس وشاش الراس والليل زاد وقم تكتب بيوت كفاني وغني بها في محفل بني مالك اللي علي شان ومن مجالسهم مشرع ابوابها اهل الكرم والوفا والعز طول الزمان والمالك كل علي طالب ارقابها والمالك كل علي طالب ارقابها والمالك كل علي طالب ارقابها 0533 999 016 واستوديو روحين.